وصلت بعثة أمينة الدولة في التربية الوطنية إلى إقليم مايوكي الشرق، وكانت جولة الوزيرة تهدف إلى معرفة سير العملية التعليمية في الإقليم. بحر الدين عبد الشافي الدود. تأتي زيارة أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة السيدة بونيو بيرفالين إلى الأقاليم الجنوبية بهدف الاطلاع ومعرفة سير العملية التعليمية والتربوية في هذه المناطق. وفور وصولها إلى مدينة بالا حاضرة إقليم مايوكي بغرب، عقدت جلسة عمل مع المسؤولين الإداريين والمفتشين التربويين، وذلك للتباحث حول معرفة الأسباب والأوائق التي تعرقل المسيرة التعليمية في الإقليم. هذا وقد استمعت أمينة الدولة على كل الشروحات والبيانات التي قدمت إليها أثناء الجلسة التفاكرية، حيث أكدت أمينة الدولة بأن الأسباب الحقيقية هي الأزمة الاقتصادية التي عمت كثيرا من دول العالم. كما وقفت أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة بمدينة بونغور حاضرة إقليم مايوكي بشرق، وأثناء زيارتها توقفت في بعض المدارس التعليمية للبحث ومعرفة الأسباب الحقيقية والسعي إلى إيجاد حلول قبل بداية العام الجديد. كما أوضح الخبراء التربويون في الإقليم بأن هناك أسباب كثيرة توجد داخل الإقليم، منها عدم وصول المعلمين في الوقت المناسب، وكذا تأخير رواتب المعلمين المتطوعين، وطالبوا بمزيد من المقررات الدراسية والمفتشين التربويين كي يتم العملية بطريقة جيدة بالمتابعة والمراقبة.